عدنا وإياكم إلى داخل حيي الجورة والقصور لنريكم تغلغل عناصر النظام وشبيحته بين الأهالي الآمنين. وها نحن الآن نريكم عناصر النظام يتجولون داخل الأحياء. وأيضا الآن نريكم أحد الحواجز داخل حي الجورة والقصور. وها نحن نريكم الآن أحد عناصر النظام يهدد المدنيين العزل. كنا معكم مكتب تجمع شباب الحقيقة دير الزور.